ننتقل انا وياك والمشاهدين الى زميلتنا كريستين حبيب يلي رح تعمل جوله على الصحف من وحي موضوعنا اليوم، وهيك كمان بركي مرق معنا شيء نناقشه كمان بهيدا الاطار. صباح خير كريستين. صباح النور سمر. صباح الخير من جديد مشاهدينا. رح نبدا الجوله اليوم من سانت بيترسبرغ ومن قمه العشرين يلي تطرقتوا لها بحواركم انت واستاذ علي، ومن صحيفه التايمز رح نبدا الجوله اليوم. صحيفه التايمز عنونت تحليلا لهذه القمة أوباما طفل ضجر. الصحيفة البريطانية قالت: ساد التوتر الأجواء بين الرئيسين الأمريكي والروسي خلال قمة العشرين. بوتين تمكن من قلب الطاولة على أوباما الذي بدا معزولا هذه المرة، حتى أن بوتين شبهه أخيرا بطفل ضجر في الصفوف الأخيرة في الفصل الدراسي. الرئيس الروسي ربح الجولة الأولى في القمة عندما اتخذت الصين والاتحاد الأوروبي والبابا فرانسيس مواقف أقرب إليه من أوباما بخصوص احتمال التدخل العسكري ومشروعيته، حيث اتفقوا على أنه لا حل عسكري للصراع السوري، بينما لم يفلح أوباما في استمالة أي طرف سوى فرنسا. إلى السفير ننتقل الآن، ومقال أو هناك خاطرة بارزة اليوم في صحيفة السفير، تحديدا في الصفحة الثقافية للكاتبة سحر مندور عن سوريا. أقرأ بعض المقتطفات مما كتبته سحر تحت عنوان يصعب تفادي المصير. يستقر الصديق السوري أمام كمبيوتره، يأكل، يشرب، ينام أمامه. يكاد يشعر المرء بضرورة تدخل جراحي للفصل بينه وبين جهازه الذي أضحى وجه بلده. منه يرى كل شيء فيها. يحكي الصديق عن سوريا كمن يوسع مساحتها في غربته، يستحضرها إلى غرفته، يعيش في ربع من ربوعها ليس لها لكنه له وسوريا فيه. يقرأ في يوم أكثر مما فعل في سنواته المدرسية كلها. يعض الدم، يخابر الأهل، وتؤلمه معدته، ويكثر من الشراب أو لا يفعل، يقل من الطعام أو يكثر، يتشاجر مع روحه وتخنقه حدود جسمه والبلاد، لا يخرج، لا يدخل، لا ينهض عن كمبيوتره، وينهار مرارا تحت الضغط فيختنق ويستمر. كبطل تراجيدي يكمل السوري حياته خارج بلده، منتظرا عودته إليها كمن يقف على الباب والباب سراب. كالمشرد، كالتائه، ينظر إلى التهم الموجهة إليه، وتهمه كثيرة. تهمهم كثيرة، أعمارهم صغيرة، رموش عيونهم شابت، وأيديهم تتشنج كلما فتحت بابا وخرجت منه. صديقي، بطل تراجيدي يحتاج بابا يقوده إلى الغد، سيفتحه بكل ما في ساعده من قوة، بكل ما في ذهنه من قوة، بكل ما في قلبه من قوة، لكن كيف السبيل إلى الباب؟ تسأل سحر مندور في السفير اليوم. ومن السفير إلى مجلة باري ماتش الفرنسية التي خصصت مقالا عن جان بيير دوتيون. جان بيير دوتيون فرنسي في دمشق. وصل إلى دمشق منذ 6 سنوات، حيث كان رجل أعمال ناجح إلى أن بدأت الحرب. انهارت تجارته منذ الطلقات الأولى، لكن الرجل وقع في حب سورية جميلة وتزوجها، فقرر البقاء رافضا العودة إلى فرنسا. افتتح مقهى في المدينة القديمة، لكنه لم يكتفي بذلك، بل تحول رجل الأعمال إلى مراسل صحفي يعمل مع أبرز وسائل الإعلام العالمية، من لو فيغارو إلى فرنسا 24، وصولا الآن إلى البي بي سي. يقول دوتيون: لقد اخترت أن أخاطر بعكس الكثير من السوريين الذين لم يمتلكوا الاختيار والذين يواجهون مواقف مأساوية مرغمين. هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون الذين يحاولون الصمود في بلاد تنهار. من مجلة باري ماتش الفرنسية إلى صحيفة الحياة اللندنية، ومعلومة خاصة بالحياة على صفحتها الأولى اليوم. سيارة مصفحة هدية من السيسي أنقذت حياة وزير الداخلية. قال مصدر أمني للحياة أن حقيبة متفجرات وضعت في سيارة كانت متوقفة عند تقاطع شارعي شعراوي مع مصطفى النحاس في حي مدينة نصر شرقي القاهرة قرب منزل وزير الداخلية، وتم تفجيرها عن بعد أثناء مرور موكب الوزير.
الوزير ما أسفر عن إصابة 21 شخصا منهم 4 ضباط و6 أمناء للشرطة. بترت ساق أحدهم و11 مدنيا بينهم طفل بترت ساقه وسيدتان إنجليزية وصومالية. ولحقت أضرار بالغة بسيارة الوزير المصفحة التي أهداها له الفريق أول عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من أسبوعين بسبب ورود معلومات عن إمكان تعرض إبراهيم لمحاولة اغتيال في أعقاب فض اعتصامي جماعة الإخوان المسلمين. من صحيفة الحياة ننتقل الآن إلى صحيفة الأخبار اللبنانية. علم خبر في الأخبار اليوم: فضل شاكر يحضر عبوات. نقل شهود عيان من سكان حي الطوارئ وتعمير عين الحلوة في صيدا أن فضل شاكر وجماعته وهيثم الشعبي منشغلون في ورش إعداد عبوات ناسفة وتجنيد شبان. وكان شاكر قد لجأ إلى حي التعمير بعد فراره مع أحمد الأسير في معارك عبرة. وفي الخبر الثاني: إخلاء سبيل مهرب الأقنعة. أخلى القضاء العسكري ليلة أمس سبيل نواف حاء الذي أوقفته دورية من استخبارات الجيش قبل أسابيع في إخراج بلدة الكفير قضاء حصبية، وقد ضبط يومها وهو يقوم بتعبئة 48 كيسا في شاحنته مليئة بقنابل دخانية وأقنعة واقية من الغازات السامة. وتبين أنه كان يحضر لتهريب الحمولة إلى سوريا عبر مسارب غير شرعية في جبل الشيخ عند وادي جهنم في شبعة. نواف عسكري سابق في الجيش يعرف عنه علاقاته بمهربين سوريين، نفذ معهم عمليات تهريب عدة في وقت سابق على جانبي الحدود في جبل الشيخ. إثر إخلاء سبيله دوت سماء الكفير بالمفرقعات النارية التي أطلقت ابتهاجا به وبجهود الحزب التقدمي الاشتراكي الذي توسط له، علما بأن التحقيقات معه أظهرت أن مسؤولا في الحزب هو من زوده بالأقنعة. من صحيفة الأخبار نذهب معا الآن إلى صحيفة الديار. ومن صحيفة الديار سر آخر: حوار بين عون والسفير السعودي. عندما سأل السفير السعودي العماد ميشيل عون عن سبب عدائه للسعودية أجابه عون: أنا لست عدوا للسعودية، والدليل أنني في العام 88 استوردت السلاح من العراق عن طريق السعودية وأرسلت ضباطا إلى المملكة وتعاوننا معا، لكن أنتم تحاربونني وتدعمون 14 أذار دعما أعمى دون النظر إلى البقية. فقال عسيري: نحن لسنا مع 14 أذار بشكل أعمى، ولنا أصدقاء مع 8 أذار وحتى مع حزب الله، لكننا لا نريد أن تسيطر إيران على لبنان وعلى قرار الحرب والسلم فيه. ننتقل من الديار إلى صحيفة الأنوار ومقال للزميل عمر حبنجر تحت عنوان: شمس الحكومة السلامية خلف غيوم المنطقة. الحديث عن حكومة صناعة لبنانية 100% الذي شاع منذ تكليف الرئيس تمام سلام قبل 5 أشهر مجرد أضغاث أحلام، ورغم مضي هذه الأشهر على تخبط الرئيس المكلف بين الصيغ والأرقام والشروط المتبادلة المتعذرة القبول، ما زال هناك من يتصور أن بوسع أفريقاء 8 و14 أذار تفصيل الثوب الحكومي الملائم على قياسهم، لذلك لم تركب حكومة. هذه الاستحالة من الظلم ربطها برغبات وطموحات أهل الداخل، بمعزل عن الرادارات الإقليمية. فكرة حكومة جامعة لتمرير المرحلة الإقليمية المشتعلة والتي طرحها الرئيسان ميشيل سليمان وتمام سلام لم تجد الصدى المرغوب، وكأن المطلوب الوحيد في هذه المرحلة عدم وجود حكومة تسهيلا للعبة الأمم على الأرض السورية. نختم الجولة مع معلومة من صحيفة The Guardian تفردت بها اليوم. تقول الجارديان تحت عنوان: تجسس ممنهج، تمكنت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية من فك الشفرات التي تستخدمها شركات الإنترنت لتأمين خصوصية المعلومات المتعلقة بمئات الملايين من عملائها، وتشمل هذه المعلومات اتصالات ومعاملات بنكية وسجلات طبية. وكالة الأمن القومي الأمريكي ونظيرتها البريطانية اعتمدت مجموعة من الأساليب الممنهجة في هجماتها، منها فرض قواعد خاصة حول تحديد معايير التشفير الدولية واستخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة لكسر التشفير، إلى جانب التعاون مع شركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات الإنترنت أنفسهم، إشارة إلى أن الوكالة تنفق نحو 250 مليون دولار سنويا على برنامج من بين أهدافه التأثير بشكل سري على تصاميم منتجات شركات التكنولوجيا التي تؤمن البيانات الشخصية. انتبهوا على حساباتكم على الإنترنت، وأعود إلى سمر وضيفها الآن. شكرا لك كريستين.